الرئيس السيسي يصدر قرارا بتعيين اللواء عباس كامل مستشارا لرئيس الجمهورية للأجهزة الأمنية ومبعوثا خاصا لرئيس الجمهورية، ومحمود حسن رشاد يؤدي اليمين الدستورية رئيسا للمخابرات العامة. رئيس الوزراء يؤكد أن مصر لن تنجر لأي حرب إلا إذا تعرضت لتهديد مباشر، وأن الحكومة على استعداد لأسوأ السيناريوهات بالمنطقة. في مؤتمر صحفي مع نظيره الإسباني، وزير الخارجية يشدد على أن مصر لن تقبل تحت أي ظرف المساس بحصتها المائية. السادسة مساء بتوقيت القاهرة، الثالثة بتوقيت غرينتش. نشرة إخبارية مفصلة تأتيكم من التلفزيون المصري، فمرحبا بكم. شارك المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب على رأس وفد برلماني مصري في أعمال الجمعية 49 بعد 100 للاتحاد البرلماني الدولي والاجتماعات ذات الصلة بها والمنعقدة في جنيف. وخلال كلمته في أعمال الجمعية، أكد رئيس مجلس النواب أن البرلمان المصري سيواصل القيام بدور ريادي في تعزيز آليات الحوار البرلماني العالمي الجاد وأداء الأمانة التي حمل بها تجاه القضايا العربية والأفريقية وفي مقدمتها القضية الفلسطينية. وسنظل في البرلمان المصري على العهد، وكما كنا في الماضي حاملين للواء استقلال شعوبنا العربية والأفريقية الشقيقة، فإننا سنستمر في أداء تلك الأمانة التي حملنا بها تجاه القضايا العربية والأفريقية وفي مقدمتها القضية الفلسطينية، سعياً لإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة المنشودة على حدود 4 يونيو عام 67 وعاصمتها القدس الشرقية، وتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة وإرساء الأمن والاستقرار في كافة ربوع المنطقة العربية والقارة الإفريقية. أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي أن الحكومة وضعت في اعتبارها كل السيناريوهات حال تأزم الأوضاع في المنطقة. وخلال مؤتمر صحفي عقب اجتماع الحكومة الأسبوعي بالعاصمة الإدارية، أوضح مدبولي أن مصطلح اقتصاد الحرب يعني تأمين احتياجات المواطن بشكل أساسي، مشيرا إلى أن مصر ثوابتها واضحة ولن تنجرف لحروب إلا إذا حدث تهديد مباشر للدولة. لما بقول كلمة اقتصاد حرب مش معناها ان مصر هتدخل حرب، ودي انا بأكد عليها. ثوابت الدولة المصرية انها لا تدخل في حرب الا اذا هددت بصورة مباشرة وحصل عليها تهديد مباشر لحدودها او مقدراتها الرئيسية، لكن غير كده مصر دايما ماشية باسلوب متوازن جدا وثوابتنا واضحة جدا، وان احنا قواتنا المسلحة للدفاع عن الدولة المصرية إذا حصل لها تهديد مباشر. فبالتالي لما بنقول هذه الكلمة بتكلم على سيناريوهات، لو ماذا لو النهاردة، وأعتقد حضراتكم متابعين مش سر، إذا ما تفاقمت الحرب اللي موجودة النهاردة وتم استهداف المنشآت النفطية والمنشآت النووية اللي موجودة في المنطقة، ماذا سيحدث؟ وإذا الموضوع تحول إلى رد متبادل والموضوع تفاقم وخرج بره السيطرة، بالتالي هناك تداعيات هتبقى هائلة على كل حاجة، بما فيها أول شيء أسعار البترول وأسعار المنتجات وتأمين وصول المنتجات حتى بغض النظر عن سعرها، هيبقى إزاي إن إحنا بتؤمن إنها تروح للعالم كله بما فيه مصر، وبالتالي لازم ده نكون حاطينه كسيناريو. كذلك أوضح مدبولي أن مؤسسة جولدمان ساكس العريقة أصدرت تقريرا إيجابيا عن مسار الاقتصاد المصري في سبتمبر الماضي، مضيفا أنها توقعت هبوط التضخم إلى ما دون 10% بنهاية 2025. حابب أن أنا أشير إليه كناحية يعني جيدة جدا، الخبراء الاقتصاديين أرجو أن هم يكونوا تابعوا أن هناك مؤسسة كبيرة جدا اللي هي مؤسسة جولدمان ساكس طلعت في آخر سبتمبر تقرير على مصر،
ودي يعني واحدة من أهم المؤسسات الاقتصاد العالمي اللي بتبقى بتحلل ويعني بتتكلم على المؤشرات بتاعت هذا الموضوع. طلعت تقرير مهم جدا على مصر، أشارت فيه إلى أن مصر يعني المجمل فيه، المجمل أن التقرير إيجابي، تقرير بيتكلم على أن مصر متحركة في المسار السليم والصحيح، بيشير إلى الارتفاع الاحتياطيات للنقد الأجنبي، وبيشير إلى أن الدولة باستمرارها في السياسات اللي هي بتتحرك فيها، ويمكن حنشوف الكلام ده لما معالي وزيرة التخطيط تعرض المؤشرات بتاعت الفترة اللي فاتت، بتشير أن الدولة المصرية ماشية بطريق جيد جدا جدا في إدارة الـ 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 الأزمة والفترة الكبيرة اللي احنا ماشيين فيها. كل المؤشرات بتتجه للتحسن، وتوقعاتهم أن استمرار هذا الموضوع على مدار العامين القادمين، إلا إذا برضو حصل حاجة external بقى، يعني تاني بعيدا عن أن لو دخلت في حاجة أكبر من الظروف اللي هي موجودة. وأشاروا إلى أن، ودي نقطة مهمة جدا بتتوافق مع اللي أنا قلت قدام حضراتكم، توقعاتهم للتضخم، وإن التضخم حينزل إلى ما دون 10% قبل نهاية أو بحلول نهاية 25. كما أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي أن تأسيس المجلس التنسيقي المصري السعودي هدفه الرئيسي هو تقوية العلاقات بين البلدين. وأوضح مدبولي أنه سيتم التركيز خلال الفترة القادمة في الاستثمارات المشتركة مع السعودية على قطاع الصناعة. توقيع اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات المتبادلة ما بين مصر والسعودية، والحمد لله يعني استطعنا أن ننجزها في وقت يعني قياسي وسريع جدا، وخلصت الحمد لله في هذه الفترة. وكان طبعا فرصة أن يعني الحمد لله وزيري الاستثمار من البلدين وقعوها، وزي يمكن ما أنا اتكلمت مع حضراتكم قبل كده على هامش زيارتي الماضية للمملكة، أن هذه الاتفاقية هتبقى بتؤسس لمزيد من تشجيع وجذب الاستثمارات المتبادلة في البلدين وحماية هذه الاستثمارات، وبالتالي هي بتنص على العديد من الإجراءات اللي هدفها كله تبسيط وتسهيل وتحفيز عملية الاستثمارات المتبادلة، وإن شاء الله تكون هي بداية مهمة جدا لزيادة الاستثمارات السعودية في مصر في خلال الفترة القادمة بإذن الله. وخلال المؤتمر الصحفي استعرضت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي رانيا المشاط مؤشرات الأداء الاقتصادي، موضحة أن الحكومة ستستمر في اتخاذ تدابير لاستقرار الأداء الاقتصادي. كما أكدت المشاط أن برنامج الإصلاح الهيكلي يستهدف تعزيز صمود الاقتصاد الكلي والتنوع الاقتصادي وتعزيز التحول الأخضر. أهم ما ميز هذه السنة حاجتين رئيسيتين، نمرة واحد التوترات الجيوسياسية وأثرها على قناة السويس وبعض الأنشطة وهنبص عليها حالا، ونمرة اتنين وده كان مهم جدا جدا جدا، استعادة استقرار الاقتصاد الكلي من خلال سياسات انكماشية سواء كانت سياسات مالية أو سياسات نقدية. شدد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي على أهمية الاستمرار في التنسيق بين الوزارات والجهات المعنية والرقابية، ذلك لضبط أسعار السلع في الأسواق ومواصلة تفعيل الدور الرقابي للوزارات والجهات المختصة. جاء ذلك خلال ترأس مدبولي للاجتماع الأسبوعي للحكومة، حيث أكد ضرورة العمل على التصدي ووقف أي شكل من أشكال التجاوزات المتعلقة برفع أسعار السلع بصورة غير مبررة. وأوضح مدبولي أن هناك عددا من المؤشرات الإيجابية للاقتصاد، منها زيادة تحويلات المصريين في الخارج، وهو ما يدعم استقرار سوق النقد الأجنبي ويزيد الموارد المتاحة من العملة الصعبة، منوها في الوقت نفسه إلى استمرار جهود الدولة في دعم دور القطاع الخاص ومتابعة تنفيذ برنامج الطروحات. في إطار جهود القوات المسلحة لتأمين وحماية حدود الدولة على مختلف الاتجاهات الاستراتيجية، نجحت القوات البحرية في التصدي لمحاولة تهريب كميات من نبات البانجو المخدر داخل البلاد. ورصدت إحدى نقاط المراقبة الساحلية التابعة لقاعدة البحر الأحمر البحرية نشاطا غير معتاد لبعض مراكب الصيد غير المصرح لها بقرب من ساحل شرم الشيخ. وتمكنت الوحدة البحرية من ضبط كميات من نبات البانجو المخدر على متن المركب، وتم نقل المضبوطات وتسليمها إلى جهات الاختصاص لاتخاذ الإجراءات القانونية.
شاركت وزارة الداخلية ذوي الإعاقة البصرية الاحتفال باليوم العالمي للمكفوفين والعصا البيضاء انطلاقا من دورها الإنساني والمجتمعي، وكذلك حرصها على دعم ذوي الهمم وتوفير وتيسير الخدمات لهم. مصر الأمل ده مش مجرد شعار لكن حقيقة، وباختصار مش بس حاسس بالحياة فيها وبيها. لا تمر مناسبة خاصة بذوي الهمم إلا وتحرص وزارة الداخلية على مشاركتهم لاحتفالات انطلاقا من دورها الإنساني والمجتمعي. من هنا كانت مشاركة الوزارة ذوي الإعاقة البصرية الاحتفال باليوم العالمي للمكفوفين والعصا البيضاء في تقليد سنوي تحرص الوزارة على إحيائه دعما لهم وتأكيدا على مساندتهم. أنا موجود في وسط الخليلي طاولي مجهود وحظ الحلوة كن بينكم ولي وجود. أنا النور اللي جوايا ينور ليكوا كل مكان. أنا الغنوة اللي تسمعها ومش محتاجة عشانها ودان. طبعا اللقاء ده مش أول لقاء بتعمله معانا وزارة الداخلية، ولكن هي بتقدم الدعم المستمر لذوي الإعاقة. طبعا ده جاي من اهتمام سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي بذوي الاحتياجات الخاصة. أنا مبسوطة جدا إن أنا النهاردة في نادي الشرطة، وبشكر الرئيس عبد الفتاح السيسي لدعمه لينا الدائم واهتمامه بينا. مبسوطة قوي قوي صراحة، وأحب إن أنا أشكر السيد رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي إن هو دايما مش بينسانا وفاكرنا، وان هو دايما بيهتم بذوي الهمم وذوي الاحتياجات الخاصه. احب اشكر سياده الرئيس عبد الفتاح السيسي ان هو دايما فاكرنا ومش ناسينا. شكرا جزيلا لي، وتحيا مصر، تحيا مصر، تحيا مصر. شاركت كافه قطاعات الوزاره ومديريات الامن في هذه الاحتفالات، حيث تم تنظيم زيارات الى مدارس المكفوفين على مستوى الجمهوريه وتوزيع هدايا على طلابها، واثنوا على مبادره الوزاره للاحتفال بهم ومعهم بهذا اليوم. وحظ الحلوة كن بينكم وليا وجود. أنا النور اللي جوايا ينور ليكوا كل مكان. أنا الغنوة اللي تسمعها ومش محتاجة عشانها ودان. نشكر وزارة الداخلية جدا، ونشكر سيادة الرئيس على دعمه لينا إن هو على طول بيفاكرنا وبيبعت لنا هدايا. ظباط جم واحتفلوا معانا بيوم العصا البيضاء وجابولنا هدايا، بجد فرحانة جدا. أحب أقول لسيادة الرئيس شكرا لحضرتك، وتحيا مصر، تحيا مصر، تحيا مصر. نبني عزيمة وعمل، إيدك في إيدي حبنا تبقى جنة. مش بس غنوة ده نور جديد بدايته بينا. احنا بنشكر سيادة الرئيس إن هو فيه اهتمام خاص بذوي الهمم، وبيبقى فيه مبادرات وفعاليات كتير بتحصل من الرئاسة يعني. فطبعا بنشكرهم، نشكر ضباط وزارة الداخلية على مشاركتنا دايما في الفعاليات بتاعتنا. كنا مبسوطين جدا باليوم دوت، وبشكر سيادة الرئيس لأن هو دايما اللي بيبعتهم لنا وبيدعمنا دايما وما بينساناش. حب أشكر شكر خاص لسيادة الرئيس على اهتمامه بينا، وإن هو دايما بيحب إن هو يقدم لنا حاجات تساعدنا وتدعمنا. شكرا يا رئيس، أنت يعني كل سنة بتفتكرنا وبتجيب لنا هدايا، وأنا بحبك فعلا. وفي إطار هذه الاحتفالات استقبل قطاع حقوق الإنسان بوزارة الداخلية وفدا من المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة وجمعيات المكفوفين المصرية والمركز النموذجي للمكفوفين، حيث تم الاحتفاء بهم وتوزيع العصا البيضاء عليهم وسط إشادة منهم بما تبذله وزارة الداخلية من جهود للتيسير عليهم ودعمهم، بخاصة في تقديم الخدمات لهم. دليل خدمات وزارة الداخلية ده، طبعا هذا الدليل يعتبر فخر لذوي الإعاقة البصرية. معمول ده طبعا لتحت ايدي، معمول للبرايل للمكفوفين، هو دليل او خارطة الطريق بيعرفني لو احب اطلع وثيقة او جواز سفر او بطاقة
ايه الخطوات المتبعه والاماكن اللي بتقدم الخدمه؟ كان جزء كبير جدا من المعاناه بالنسبه للمكفوفين في استخراج الاوراق الثبوتيه. وفي الحقيقه هم يعني كوزاره الداخليه الحمد لله قدمت لنا الدعم بشكل كبير ان احنا نقدر نستخرج الاوراق دي بكل سهوله ويسر. دائما ما كانت وزاره الداخليه سباقه نحو دعم ذوي الهمم، ايمانا منها بقدراتهم وأهمية دعمهم ومساندتهم. اهتمام وزارة الداخلية بالاحتفال باليوم العالمي للمكفوفين والعصا البيضاء وتأكيد على البعد الإنساني في الاستراتيجيات الأمنية، والتي تسعى من خلالها وزارة الداخلية للاحتفاء مع ذوي الهمم بكافة المناسبات الخاصة بهم، وأيضا الاهتمام بالتيسير والتسهيل عليهم في كافة المواقع الشرطية عند تقديم الخدمات لهم. عبد الله بركات، التلفزيون المصري. أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قرارا بتعيين اللواء عباس كامل مستشارا لرئيس الجمهورية للأجهزة الأمنية ومبعوثا خاصا لرئيس الجمهورية، كما أدى السيد اللواء حسن رشاد اليمين القانونية رئيسا للمخابرات العامة. قال وزير الخارجية بدر عبد العاطي إنه بحث مع نظيره الإسباني الأوضاع في القارة الأفريقية وقضية المياه. وأكد وزير الخارجية في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الإسباني أن مصر لن تقبل تحت أي ظرف المساس بحصتها المائية. تحدثنا عن الأوضاع في القارة الأفريقية، تحدثنا عن قضية المياه وأهمية هذه القضية بالنسبة لمصر باعتبارها قضية وجودية، وأنه لن نقبل تحت أي ظرف أي مساس بالأمن المائي المصري. وأيضا تحدثت من جانبي على أن مصر لا يمكن أن تقبل تحت أي ظرف أي مساس بحصتها المائية أو إحداث أي ضرر. وذكرنا مرارا وتكرارا أن مصر تتخذ كافة الإجراءات الكفيلة التي يكفلها القانون الدولي للدفاع عن مصالحها المائية، خاصة إذا حدث أي ضرر. شدد وزير الخارجية والهجرة بدر عبد العاطي على اتفاقه مع نظيره الإسباني على إدانة العدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة، وأيضا الإدانة الكاملة لاستخدام إسرائيل التجويع في عدوانها على غزة. وخلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الإسباني، أضاف عبد العاطي أنه بحث سبل ضمان النفاذ الكامل للمساعدات لغزة من دون أي معوقات إسرائيلية. وفيما يتعلق بالأوضاع الكارثية الحالية في قطاع غزة، يعني كان في تطابق في الرؤى بيني وبين صديقي العزيز الوزير خوسيه حول الإدانة الكاملة لهذا العدوان الإسرائيلي الممنهج والمستمر، والذي الآن يمتد لأكثر من عام، والذي خلف حتى الآن أكثر من 150 ألف جريح وقتيل، من كلهم من المدنيين الفلسطينيين من النساء والأطفال. تحدثنا عن الإدانة الكاملة لاستخدام سياسة التجويع كسياسة ممنهجة وكسلاح للعقاب الجماعي ضد الشعب الفلسطيني في انتهاك سافر للقواعد الخاصة بالقانون الدولي وللقانون الدولي الإنساني. كما قال وزير الخارجية الإسباني إن مدريد لم تصدر تصاريح لتصدير الأسلحة إلى إسرائيل منذ 7 أكتوبر الماضي. وفي هذا الإطار أشار وزير الخارجية الإسباني إلى أن إسبانيا لا تسمح بتصعيد العنف في المنطقة. من 7 أكتوبر لن نسمح بتصريح متعلقة بالأسلحة حتى لا تصل لإسرائيل. نحن نعتقد أن في الشرق الأوسط نحن لسنا في حاجة للأسلحة، نحن في حاجة إلى الحوار، نحن في حاجة إلى السلام والتفاوض. وبالتالي هذا هو الموقف الذي نحن ندافع عنه كما قلته من قبل والعديد من المرات في مع رئيس الوزراء. قلت أن لا نسمح بوجود تصعيد للعنف، ولا نسمح بوجود ولا بتحميل أي مراكب سوف تذهب في الآخر لإسرائيل. فالوضع الأسباني هو وضع رائد في هذا السياق،
نحن هذا الوضع كان منذ 7 أكتوبر، وبالتالي نحن الآن لا نسمح بوصول أي أسلحة من أسبانيا، ولكن لا نسمح أن يمر عبر أسبانيا. إنجاز القول. أكد وزير الخارجية الإسباني خوسيه مانويل الباريس على أن عدد الشركات الإسبانية العاملة بمصر في تزايد مستمر، وشدد الباريس على حرص بلاده لدفع سبل التعاون بين البلدين. قمنا بمراجعة العلاقة الثنائية ونقلت إلى سيادته دعم الدولة الإسبانية والمساعدات الماكرو اقتصادية في وفي إطار هذه الثقة نرى أن الأرقام عدد الشركات الإسبانية في تزايد، نتحدث الآن عن حوالي 40 شركة يعملون هنا في مصر وبالتالي يطورون جزء هام من النشاط الذي يكونون به في مصر، وبالتالي هناك فرص للعمل جيد سواء في مجال النقل والمواصلات، ولديهم دعم من الحكومة الإسبانية، وكذلك يساعدون على تطوير البنية التحتية الإسبانية. على سبيل المثال لدينا الأعمال تطوير خط 12-2 في مترو إسبانيا فيما يتعلق بالشركة كاف، وكذلك الحصول على 7 قطارات من تالجو شركة كالتو، والتي سوف تكون مسؤولة عن صيانة هذه القطارات على مدار 15 سنة القادمة. هذه العمليات الكبيرة فيما يتعلق بالقطاع النقل ما هي إلا انعكاس لما نقوم به. نتحدث عن 700 مليون يورو معظمها من الحكومة، وكذلك هناك مساعدات تقدم من أجل تطوير هذه الشركات. التعاون أيضا بالإضافة للمستوى الاقتصادي والتجاري أيضا يشمل التعاون من أجل التنمية، وبالتالي مصر بالنسبة لإسبانيا هي دولة ذات أهمية في الخطة العمل 2024 الإسبانية. عقد وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي جلسة مباحثات مع نظيره الإيراني عباس عراقي في عمان، ويبحث الوزيران التوتر الراهن في الشرق الأوسط على خلفية هجمات إسرائيل المرتقبة على إيران، كما يبحث الوزيران العدوان الإسرائيلي على لبنان وقطاع غزة. ويقوم وزير الخارجية الإيراني في جولة بالمنطقة تشمل أيضا مصر وتركيا لبحث التوترات الراهنة بالمنطقة. هدد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقي برد حاسم وقاس على أي اعتداء إسرائيلي يستهدف بلاده. وفي اتصال هاتفي مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش أكد على ضرورة حفظ السلام والاستقرار الإقليمي، مضيفا أن بلاده ستبذل كل مساعيها لذلك. ودعا الوزير الإيراني الأمم المتحدة توظيف إمكاناتها من أجل وقف اعتداءات وجرائم الاحتلال الإسرائيلي في لبنان وغزة وإرسال المساعدات الإنسانية اللازمة. استمرارا لتنفيذ التوجيهات الرئاسية بتقديم كافة أوجه الدعم للبنان وشعبه الشقيق في مواجهة الأثار المترتبة على العدوان الإسرائيلي، وفي إطار الجسر الجوي المصري إلى لبنان، تعلن وزارة الخارجية عن وصول شحنة جديدة من المساعدات الإغاثية المصرية إلى مطار بيروت، والتي تضمنت 22 طنا من المواد الغذائية ومستلزمات الإعشة اللازمة لتوفير سبل العيش وتخفيف عن كاهل النازحين. وعلى صعيد آخر، قامت السفارة المصرية في بيروت بإعادة 304 من المواطنين المصريين العالقين في لبنان وذويهم إلى أرض الوطن، ليصل إجمالي من تمت إعادتهم حتى الآن إلى 590 مواطنا عبر رحلة استثنائية لشركة مصر للطيران. وتواصل السفارة تلقي طلبات المواطنين الراغبين في العودة إلى أرض الوطن تمهيدا لإدراجهم على الرحلة التالية. أدان رئيس حكومة تصريف الأعمال في لبنان نجيب ميقاتي الغارات الإسرائيلية على مدينة النبطية في جنوب لبنان. وقال ميقاتي إن الغارات الإسرائيلية استهدفت عن قصد اجتماع للمجلس البلدي، معتبرا أن العدوان الجديد حلقة ضمن سلسلة الجرائم التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي بحق المدنيين. تقدمت وزارة الخارجية اللبنانية بشكوى جديدة إلى مجلس الأمن بشأن الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان خلال الأيام الماضية.
وأوضحت الخارجية اللبنانية في الشكوى التي تقدمت بها عبر بعثة لبنان الدائمة لدى الأمم المتحدة أن إسرائيل تحاول بالقوة وبالوسائل العسكرية العدائية فرض رؤيتها للأمن في المنطقة ضد سيادة دول المنطقة وشعوبها وأمنهما وسلامتهما، متذرعة بمزاعم غير مبنية على أي دلائل أو براهين. ودعت الخارجية اللبنانية مجلس الأمن إلى إدانة العدوان الإسرائيلي الواسع والمتواصل على لبنان والاجتياح البري لأراضيه، وكررت دعوتها المجلس إلى إلزام إسرائيل التطبيق الكامل لقراره 1701 من خلال الوقف الفوري للأعمال العدائية والانسحاب فورا من الأراضي اللبنانية كافة. صرح وزير الخارجية النمساوي ألكسندر تشالنبرغ بأن دول الاتحاد الأوروبي المساهمة في قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان اليونيفال ليس لديها نية لسحب جنودها من جنوب البلاد على الرغم من دعوة إسرائيل للقيام بذلك. وتقول الأمم المتحدة أنه منذ بدء العمليات البرية الإسرائيلية مستهدفة مقاتلي حزب الله في الأول من أكتوبر، تعرضت مواقع اليونيفال لإطلاق نار واقتحمت دبابتان إسرائيليتان بوابات إحدى قواعدها، وأصيب 5 من أفراد قوة حفظ السلام. أعرب المفوض الأوروبي للمساعدات الإنسانية وإدارة الأزمات عن أسفه إزاء الفشل في الجهود الرامية إلى توصل لاتفاق ووقف إطلاق النار في الشرق الأوسط حتى الآن. وأكد المسؤول الأوروبي أن القتال الدائر بين إسرائيل وحزب الله جعل من الصعب العمل على إجراء إصلاحات واسعة النطاق في لبنان وتهيئة الظروف لجذب المساعدات المالية الدولية، مشيرا إلى أن الإصلاحات المتوقفة في لبنان تشمل انتخاب رئيس وتشكيل حكومة جديدة. وما زالت نشرة السادسة متواصلة معكم وتتابعون فيها. وصف مكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية الوضع في شمال قطاع غزة بكارثية، مشيرا إلى أن التصعيد في الشمال يقوض بشدة قدرة الفلسطينيين على الوصول إلى وسائل البقاء على قيد الحياة. وحذر المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوغريج من تدهور الوضع الإنساني والصحي في شمال القطاع، مشيرا إلى وجود 3 مستشفيات فقط لا زالت تعمل هناك. ولفت إلى أن منظمة الصحة العالمية حذرت من الضغط الكبير على مستشفى كمال عدوان جراء العدوان المكثف. أعلن المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا فيليب لازيرني أن عمليات الوكالة في قطاع غزة تقترب من نقطة الانهيار بسبب تزايد الظروف المعقدة. وأضاف في مؤتمر صحفي في برلين أن موظفي الوكالة قد يصلون إلى نقطة لن يتمكنوا فيها من العمل بعدها. وتبع لازاريني قائلا إنهم يقتربون جدا من نقطة الانهيار المحتملة ولا يعرف متى ستكون، ولكنهم قريبون جدا منها. قام وزير الدولة البريطاني لشؤون الشرق الأوسط هامش فولكر بزيارة إلى العريش، حيث تفقد بصحبة محافظ شمال سيناء خالد مجاور المخازن اللوجستية هناك، وأشاد بالمجهودات المصرية لإدخال المساعدات الإنسانية للقطاع. كما تفقد فولكر ومحافظ شمال سيناء مستشفى العريش العام والتقوا بالمصابين الفلسطينيين الذين يتلقون العلاج. والمزيد يطلعنا عليه مراسل التلفزيون المصري كريم بيبرس. دعا
تحياتي لكم وتحياتي لجميع السادة المشاهدين من مدينة العريش. ننقل لكم المجهودات المصرية المختلفة لإدخال المساعدات الإنسانية إلى الأشقاء في قطاع غزة. أنا الآن متواجد داخل المركز اللوجستي في مدينة العريش. هذا المركز الذي يقوم عليه الهلال الأحمر المصري بتخزين المساعدات الإغاثية بمختلف أنواعها، ثم ينقلها بعد ذلك عن طريق شاحنات إلى معبر رفح المصري وتتوجه إلى معبر كرم أبو سالم وتدخل إلى الأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة. لكن بالطبع عرقلة قوات الاحتلال لدخول هذه المساعدات وفي بعض الأحيان منع هذه المساعدات، يتم التحجج بعدد من الأسباب لمنع هذه المساعدات، لذلك تتراكم وتتكدس بشكل كبير جدا. 60% من هذه المساعدات هي من الناحية المصرية، جاءت بالفعل إلى الأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة، بالإضافة ل 29 دولة و14 منظمة عالمية يشاركون في هذه المساعدات الإغاثية للأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة. اليوم كان هناك زيارة لوزير الدولة البريطانية وزير الدولة البريطانية لشؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والذي بالطبع جاء في زيارة يرافقه اللواء خالد مجاور محافظ شمال سيناء للمخازن اللوجستية، وأشاد بالمجهودات المصرية بالمتطوعين المصريين في الهلال الأحمر المصري لتخزين هذه المساعدات منها الغذائية ومنها الطبية، وأيضا تحدث مع يعني رئيس الهلال الأحمر المصري عن أسباب رفض هذه المساعدات وأسباب رفض دخولها في الناحية الأخرى بعد أن تعبر من الناحية المصرية إلى ناحية قطاع غزة. تحججوا بالطبع بإما وجود بعض المعادن داخل هذه المساعدات، أو في بعض الأحيان ارتفاع هذه المساعدات، في بعض الأحيان رفض لمجرد الرفض، حتى بعض الأدوية يتم رفضها ومنها طبع البنج. لذلك يعني هناك مجهودات مصرية كثيرة لإدخال هذه المساعدات، وتم إنشاء مركز لوجستي آخر داخل مدينة العريش وهو بجانب مطار العريش، لذلك يوجد الآن مخزنان لوجستيان داخل العريش وآخر منطقة لوجستية للشاحنات في رفح. هذا بالطبع ضمن المجهودات المصرية المختلفة، إما لوقف اطلاق النار في قطاع غزة او لاستمرار دخول هذه المساعدات الإغاثية للأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة. وبالطبع يعني كان هناك في بيان وزير الدولة البريطاني الذي قال انه سيقوم بدعم المجهودات المصرية لقطاع غزة بمليون جنيه استرليني، سيكون داعمين للمجهودات المصرية لمساعدة الأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة. هذه هي الصورة من العريش والمخازن اللوجستية، ولا نعود إليكم مرة أخرى. أعلن نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان خالد عبد الغفار الأهداف والنتائج المتوقعة من انعقاد النسخة الثانية من المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية البشرية والمقرر عقده تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي في الفترة من 21 إلى 25 من أكتوبر الجاري تحت شعار التنمية البشرية من أجل مستقبل مستدام. وأضاف الوزير أن المؤتمر له العديد من الأهداف، منها تحقيق الازدهار على المستوى الإنساني من خلال دفع النمو المستدام والحوكمة الفعالة والمشاركة المجتمعية لضمان تكافؤ الفرص بين جميع الأفراد والاستثمار في بناء الإنسان وتعزيز الابتكار، وذلك من خلال تمكين القدرات البشرية واستغلال التكنولوجيا المتطورة وإطلاق العنان للإبداع لمواجهة التحديات العالمية وتحقيق تقدم ملموس. التقى نائب رئيس الوزراء للتنمية البشرية وزير الصحة والسكان خالد عبد الغفار، التقى وزيرة الصحة القطرية حنان محمد الكواري على هامش اجتماعات الدورة 71 للجنة الإقليمية لمنظمة الصحة العالمية لإقليم شرق المتوسط. جاء اللقاء بحضور السفير عمرو الشربيني سفير جمهورية مصر العربية لدى قطر.
وتناول اللقاء سبل تعزيز التعاون بين مصر وقطر في المجال الصحي، مع التركيز على تبادل الخبرات في مجالات الرعاية الصحية والتكنولوجيا الطبية. كما تطرق الطرفان إلى التنسيق المشترك لمواجهة التحديات الصحية الإقليمية والدولية، بما في ذلك تقديم الدعم الإنساني والرعاية الصحية لتخفيف معاناة الأشقاء في فلسطين والسودان ولبنان في ظل تدهور الأنظمة الصحية بسبب الصراعات. أعلن نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان الدكتور خالد عبد الغفار أنه تم تقديم 120 مليون و 622 ألف و 782 خدمة طبية من خلال حملة 100 يوم صحة منذ إطلاق النسخة الثانية نهاية يوليو الماضي في إطار المبادرة الرئاسية بداية جديدة لبناء الإنسان. ودعا عبد الغفار جميع المواطنين إلى التوجه لمقرات تقديم خدمات الحملة وأماكن تمركز العيادات المتنقلة للاستفادة بخدماتها الطبية المجانية أو طلب الزيارات المنزلية للمرضى من المسنين وغير القادرين على الحركة عبر الخط الساخن 15335. أعلن وزير التموين شريف فاروق بالتنسيق مع وزارة الكهرباء عن عودة تفعيل البطاقات التموينية المتوقفة للمواطنين المسجلين بنظام ممارسة الكهرباء اعتبارا من الأول من نوفمبر المقبل، ذلك بعد توقفها مؤقتا خلال شهر أكتوبر الجاري. وأوضح الوزير أن هذا القرار يأتي في إطار حرص الوزارة على مصلحة المواطنين والاهتمام باحتياجاتهم الأساسية. كما شدد الوزير على استمرار إيقاف الدعم عن من تحرر لهم محاضر سرقة التيار الكهربائي تنفيذا لتوجيهات مجلس الوزراء ولضمان توزيع الدعم بعدالة وحماية للموارد أو موارد الدولة. يفتح المتحف المصري الكبير أبوابه أمام الجمهور لبدء التشغيل التجريبي لأجزاء جديدة بالمتحف تشمل 12 قاعة عرض رئيسية للمرة الأولى. هذا وقد حصل مشروع المتحف المصري الكبير على الشهادة الدولية Age Advance للمباني الخضراء والمعتمدة من مؤسسة التمويل الدولية، أحد مؤسسات مجموعة البنك الدولي، كأول متحف أخضر في أفريقيا والشرق الأوسط. من الأهرامات إلى أيقونة متاحف العالم، هذا الصرح العملاق الذي يجمع بين حضارة وعراقة الماضي وإبداع وتميز الحاضر والمستقبل. المتحف المصري الكبير، انبهار وفخر وإعجاب، مشاعر مختلطة تتملك الزائر بمجرد أن تخطو أقدامه ساحة المتحف الكبير، مروراً بالمسلة المعلقة والتي تظهر بداخلها لأول مرة خرطوش الملك رمسيس الثاني، أول المستقبلين للزوار بساحة البهو العظيم. حينها يتوقف الزمن للحظات ويعود بالزائر إلى آلاف السنين ليجد نفسه واقفاً أمام أحد ملوك مصر وبجواره عدد من القطع الأثرية التي يعبر كل منها عن فترة هامة في تاريخ الحضارة الفرعونية. وعلى بعد خطوات يصعد الزائر على الدرج العظيم ليتنقل عبر تراث مصر القديمة، ومن حوله كنوز فرعونية على كل درجة من تماثيل ملكية رائعة ولوحات وأعمدة وتوابيت، مما يعزز التجربة الغامرة. وفي نهاية الدرج العظيم الذي يعد أحد معجزات المتحف تكمن المفاجأة، حيث يستطيع الزائر رؤية أعجوبة الأهرامات من خلال حائط زجاجي وكأنها بفترينة داخل المتحف الجديد. وبعدها يتجه الزائرون إلى قاعات العرض الرئيسية، حيث عدد من القطع الأثرية بداية من عصر ما قبل الأسرات وحتى العصر اليوناني الروماني، وذلك طبقا لسيناريو عرض متحفي على أعلى مستوى يروي ثلاثة موضوعات رئيسية عن الحضارة المصرية القديمة، وهي الملكية والمجتمع والمعتقدات. عندها يستطيع الزائر محاكاة الواقع في رحلة إلى تاريخ الأجداد القدماء المصريين، بدءا من قصة دفن الموتى وتطورها وحفر بئر حتى إنشاء الأهرامات.
كما تعرض بالمتحف لأول مرة كنوز الملك الذهبي توت عنخ آمون كاملة منذ اكتشاف مقبرته، وكذلك متحف مراكب الملك خوفو. ويضم المتحف بين جنباته أيضاً أماكن خاصة بالأنشطة الثقافية والفعاليات، مثل متحف للأطفال وفعاليات تناسب ذوي الهمم، ومركز تعليمي وقاعات عرض مؤقتة وسينما ومركز للمؤتمرات، وكذلك العديد من المناطق التجارية بالإضافة إلى الحدائق والمتنزهات. منظومة ثقافية حضارية متكاملة، وليس متحفاً لعرض الآثار فقط، تصميم عبقري وجاهزية على أعلى مستوى ليصبح بذلك المتحف واحداً من أكبر متاحف العالم. أما الآن وقفتنا الاقتصادية بنشرة السادسة ومصطفى مزار. شكرا سحر ناجي وشكرا حكمة عبد الحميد. أهلا بكم مشاهدينا الكرام في جولة اقتصادية جديدة في نشرة السادسة. صرحت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي رانيا المشاط بأن ملف الأمن الغذائي يحظى بأهمية قصوى من جانب الحكومة خلال مراسم توقيع مذكرة تفاهم بين مصر والمملكة المتحدة في مجال الأمن الغذائي. أكدت المشاط على أن مذكرة التفاهم تأتي في إطار العلاقات التاريخية المشتركة بين البلدين على كل المستويات. وصرح وزير شؤون الشرق الأوسط وشمال إفريقيا البريطاني بأن الشراكة مع مصر تعكس الالتزام المشترك بدعم جهود الأمن الغذائي. أكد وزير المالية أحمد كوجك بأن مصر تعمل على الاستفادة من الخبرات الدولية في تطوير نظم تمويل وإدارة مشروعات التنمية الحضرية من خلال تعظيم التعاون مع المؤسسات الدولية لدعم المشروعات التنموية المختلفة، وذلك لتحقيق التوسع الحضري والمستدام والشامل. أوضح وزير المالية في لقائه مع أنا كلوديا روسباخ وكيل الأمين العام للأمم المتحدة المدير التنفيذي لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية، أوضح أن التمويل المختلط يعزز من دور القطاع الخاص في تحقيق التنمية الحضرية الشاملة، ويلعب دورا بارزا في التوسع الحضري المتكامل والمستدام على المستوى الإقليمي. من جانبها ذكرت وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة أن مصر تبذل جهودا كبيرة لتنظيم المنتدى الحضري العالمي، وأنه يتم العمل على تطوير نظام مستدام جديد للمدن بما يسهم في زيادة التنافسية ويدعم الجهود التنموية المختلفة. يتوجه وزير الاستثمار والتجارة الخارجية حسن الخطيب إلى العاصمة البلجيكية بروكسل لبدء ثالث جولاته الأوروبية، وذلك في زيارة هامة تتضمن عقد لقاءات رسمية مع ممثلي المفوضية الأوروبية، بالإضافة إلى اجتماعات مع عدد من جهات الأعمال الأوروبية والبلجيكية من خلال سلسلة من الاجتماعات الثنائية التي ينظمها مكتب التمثيل التجاري بالسفارة المصرية في بروكسل. هذا ومن المقرر أن يلتقي الخطيب المفوض الأوروبي للتجارة ونائب رئيس المفوضية الأوروبية، حيث تستهدف الزيارة تعزيز العلاقات التجارية بين مصر والاتحاد الأوروبي بصفة عامة ومع دولة بلجيكا بصفة خاصة. في أسواق البترول العالمية استقرت أسعار النفط بدعم من تخفيضات أوبك بلس والغموض بشأن تطورات الصراع في الشرق الأوسط، إلا أن التوقعات بوفرة المعروض في العام القادم شكلت ضغطا على الأسعار.
أما على صعيد التداولات فتراجعت العقود الآجلة لخام برنت بنسبة 0.5% لتصل إلى 74 دولار و21 سنتا للبرميل، بينما صعد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بنسبة 0.4% ليحقق 70 دولار و61 سنتا للبرميل. في الأثناء انخفضت أسعار المازوت عالميا بنسبة 0.1% لتصل إلى 2.18 دولار للتر الواحد، كما تراجعت أسعار الغاز الطبيعي بنسبة 2.6% لتسجل ما قيمته 2.43 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية. أظهر استطلاع للرويترز أن مخزونات النفط الخام في الولايات المتحدة الأمريكية من المتوقع أن تكون قد ارتفعت خلال الأسبوع الماضي، بينما يرجح تراجع مخزونات البنزين ونواتج التقطير. وقدر محللون في استطلاع جديد ارتفاع مخزونات الخام بنحو 2.6 مليون برميل في المتوسط الأسبوع الماضي. وقالت إدارة معلومات الطاقة إن مخزونات الخام ارتفعت ب 5.8 مليون برميل لتصل إلى 422.7 مليون برميل في الأسبوع الماضي، مقارنة مع توقعات المحللين في استطلاع لرويترز بزيادة قدرها 2 مليون برميل. وقد توقع محللون تراجع مخزونات البنزين بنحو 2.2 مليون برميل الأسبوع الماضي، وانخفاض مخزونات نواتج التقطير التي تشمل الديزل وزيت التدفئة بنحو 2.4 مليون برميل. وصلنا معكم متابعينا الكرام لنهاية هذه الجولة في أخبار المال والأعمال في نشرة السادسة. العناوين والختام مع حكمة وسحر. شكرا لك مصطفى. وصلنا إلى نهاية النشرة. الرئيس السيسي يصدر قرارا بتعيين اللواء عباس كامل مستشارا لرئيس الجمهورية للأجهزة الأمنية ومبعوثا خاصا لرئيس الجمهورية، والسيد اللواء حسن رشاد يؤدي اليمين الدستورية رئيسا للمخابرات العامة. رئيس الوزراء يؤكد أن مصر لن تنجر لأي حرب إلا إذا تعرضت لتهديد مباشر، وأن الحكومة على استعداد لأسوأ السيناريوهات بالمنطقة. في مؤتمر صحفي مع نظيره الإسباني، وزير الخارجية يشدد على أن مصر لن تقبل تحت أي ظرف المساس بحصتها المائية. بالتذكرة انتهت نشرة السادسة. شكرا لكم وإلى اللقاء. في أمان الله.